موزايكا فام الإذاعة الأولى في تونس. من جمعية فيروس كورونا حاولنا نقدم خدمات للجهة وعلى المستوى الوطني كذلك في هذا الإطار. أحد الأساتذة معنا من القسم العالمي سي صالح غزباني المشكور طوع عملنا لسوليسيون ويب هذه بإجازة لسوليسيون ويب هذه تمكن من التبليغ على الكاسوس بي يكونوا موجودين بعد بارتاجي على مابينغ فيزويل نوتر باز دوني تكون فيكولي بإذن الله للأوتوريتي كومبيتونت باش ياخذوا الإجراءات اللازمة كسوا من صحة ولا من أمن وتخلي زادة المواطنين ما يقربوش للبلاصة فيها بليزيور كا سوسبي كيف كيف إيكيبي بار طبيب آلي أو روبو ميدسان ينجم يحكي مع الزائر الموقع هذا كسوا باش يعرف معلومات على المستوى الوطني ولا العالمي باش يعرف كيف كيف إذا كان عنده عوارض شيك فيهم ينجم يحكي معه. روبو هذا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة أبرزها الليرنينغ كيف كيف الموقع هذا يمكن من تبليغ على حالات الاحتكار ولا ومزيدة في الأسعار فيها عديد للبريك أخرين كما لزاكتواليتي على المستوى الوطني والمستوى الجهوي مربوط بالإحصائيات اللي تصدر على الأورغانيزاسيون مونديال دو سونتي في طور إنجاز قريب برشا باش يحضر إن شاء الله الجمعة الجاية يدخل حيز التنفيذ ويكون نفع برشا للجهة إن شاء الله. مشروع عدد 2 يقدموا المعهد على دراسة التكنولوجيا للبلغاسرين لمجابهة فيروس كورونا إن شاء الله ربي يبعدوا علينا. نقترحوا بانسور لوحة ذكية هذه باش تكون محطوطة بانسور في أمبراسلي يكون موجودة على مستوى اليدين ولا في المنطقة اللي باش يقع فيها قياس الحرارة يمكن فعلا من قياس الحرارة متاع اللي يلبسها وتاخذ الحراره نتاعو هذيا كل ساعتين من زمان افيك فاليداسيون بيان سور دو فاسون فيزيبل للناس اللي تنجم تقابلو وانجستمون بيان سور على ينجم يكون على موديول نتاع كارت ميموار صغير يكون صالح للاطباء نتاعنا. في الحاله هذه اذا كان درجه الحراره تكون اكثر من 38 درجه ونصف اللي هي اهم درجه لحاملي الفيروس كورونا مش معناها مريض بالفيروس في مستوى اول تقيس درجه وتعلم اللي حرارته تجاوزت الحراره هذه تنجم تطيح دونك ما ثم حتى مشكل. اذا كان بقطر بنفس المستوى باش يشعل المستوى الثاني سينون تعدل المستوى الثالث وهو المستوى دو كونفيرماسيون ولا التاكيد باش ناخذ الاجراءات اللازمه معاه وبناء على المعطيات الوقت وقع تسجيلها بيان سور نجمو نعرفوا تطور الحاله نتاعو. في الحاله هذه في الاطار هذا نحب نقول اللي مزات لابارتي بيان سور نتاع البراسيه قاعده تحضر ونحب نشكر بالمناسبه المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بالقصرين اللي وفر لنا لامبريمون 3D نتاعو باش نعملوا كلكو تيست وكلكو زيسي لا بروميير فيرسيون لا دانيير فيرسيون ان شاء الله باش تكون افيك جيو لوكاليزاسيون اي نوتيفيكاسيون اس ام اس ان شاء الله. دونك في نفس اطار مجابهه فيروس كورونا هذا المشروع رقم 3 يتمثل في غرفه ذكيه للتعقيم وللفرز للوافدين على المستشفيات الجهويه خاطر هذا باش نحاولوا نركزوه امام المستشفى الجهوي بالقصرين بيان سور بعد ما ناخذوا الاذن عند الشركه الراعيه لهذا المشروع اللي يديرها سي حسين الحيوي. دونك تتمثل اساسا في ان كابتور دونترين تاع لي باسيون نجمو نشوفوه من هنا. دونك بعد ما يتعدى الوافد على المستشفى ولا على المركز الصحي إن فوا يتعدى لا بومير أنتري باش يقع تقع التعقيم نتاعو إنارة الكابيني ومن بعد باش يقع قيس درجة الحرارة إذا كان أكبر من 38.5 ثم إتنرير خاص بالكورونا فيد كورونا بلوتو فيروس بوتنسيال وثم إذا كان أقل من 38.5 متأكدين اللي حالته على الأقل مش حامل للعارض هذا نتاع السخانة
دونك لا ديتكسيون تقع في المرحله الاولى بولفيريزاسيون تعطيني اناره كونتاج يا فيشاج نتاع لي زانفورماسيون من جهه المغادي ومن بعد تقع للفريز كما تلاحظوا تو دونك في مرحله التصنيع لا بارتي استيتيك فريمون ضعيفه برشا مازالت في طور التصنيع وان شاء الله تكمل موفق الاسبوع هذا ان شاء الله.